جمهور يوم السابع، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج اسواق. هذه تحياتي انا اسلام السعيد. الحقيقه وصلتنا الاسبوع الماضي عدد كبير من الاسئله كلها بتدور حول موضوع واحد، وهو متى تتراجع اسعار الذهب في مصر. الحقيقه احنا ممكن نطور السؤال ونخليه متى تنهار اسعار الذهب في مصر، لان التراجع بيتم بشكل دوري، غالبا ممكن اول اسبوع ارتفاع في اخره تراجع، ولكن التراجع بيختلف، سواء بيبقى عالي جدا ممكن يوصل ل 30 او 40 جنيه، وممكن يبقى منخفض تراجع بقيمه 4 او 5 جنيه، وساعات بيبقى بقيمه جنيهين فقط. لذلك احنا هنطور السؤال معاك ونقول متى تنهار اسعار الذهب في مصر، يعني امتى نقول ان الذهب في مصر سعره انهار ونقدر نشتريه بصفته ملاذ امن، سواء كمشغولات للزينه او سبائك وجنيهات ذهبيه من اجل الاستثمار او الادخار. علشان نجاوب على السؤال ده لازم نعرف القواعد الحاكمه لحركه سعر الذهب في مصر. يا ترى ليه السعر بيطلع وليه بينزل؟ في ثلاث قواعد بيحكموا حركه سعر الذهب في مصر، هناخدهم على الترتيب من حيث القوه والتاثير. الاول هو سعر اخيه الذهب عالميا، يعني الاخيه اللي هي الاونصه اللي وزنها 31 جرام، كلما سعرها ارتفع على المستوى العالمي السعر في مصر ارتفع بدون اي نقاش، وكلما انخفضت هذه الاوقيه كلما السعر في مصر تراجع هنا. ودي لها عوامل، يعني حركه الاوقيه دي هنتكلم عنها لاحقا، ايه اسباب ارتفاعها او انخفاضها. ده العامل الاول لحركه الذهب في مصر. العامل الثاني وهو عامل سعر الدولار، يا ترى سعر الدولار في مصر مرتفع ولا منخفض؟ كلما حدث زيادة في سعر الدولار في مصر كلما السعر الذهب بيتحرك مع هذا التحرك، وإذا انخفض بيحصل انخفاض. وكان لنا تجربة مشهورة جدا بعد تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016، في ساعات قليلة تضاعف سعر الذهب في مصر بنسبة 126%. السعر كان صباحا وليكن 50 جنيها، في المساء أصبح 120 جنيها تقريبا، بنسبة ارتفاع غالبا وصلت 126%. العامل الثالث الذي يؤثر على حركة الذهب في مصر هو عامل العرض والطلب، ولكن العامل ده هنا في مصر مش بيكون ليه تأثير كبير، لأن حركة الشراء والبيع هنا في السوق المصري بتكون ضعيفة، لأنها غالبا بتكون بالجرامات وليس بالأطنان كما يحدث في بورصات الذهب عالميا. طيب احنا عرفنا الثلاث قواعد اللي بتحكم حركة الذهب، نسأل سؤالنا متى تنهار أسعار الذهب في مصر؟ نرجع تاني لحدود ال 500 جنيه في السوق. طيب علشان نجاوب على السؤال ده لازم نعرف ان أوقية الذهب دلوقتي واحنا بنكلم حضراتكم سعرها 1940 دولار، والسعر هنا في مصر حاليا بيسجل ما بين 858 إلى 860 جنيه. طيب امتى نرجع بالأسعار إلى مربع ال 500 جنيه او ال 550 او حتى ال 600 جنيه؟ ده يتطلب مننا نحقق شرطين من الثلاثة اللي قلتهم، وهو تراجع السعر العالمي وهبوط سعر الصرف هنا في مصر. بالنسبة لتراجع السعر العالمي، يا ترى أوقية الذهب في طريقها للارتفاع ولا الانخفاض الفترة اللي جاية؟ طبعا كل المؤشرات زي ما قلنا في الحلقات السابقة بتدعم مناخ زيادة أسعار الذهب، لأنه خلال الفترة الحالية لم يتوصل العالم حتى الآن إلى مصل لفيروس كورونا، وكمان التوترات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين لا تزال قائمة، إضافة إلى انهيار جزئي في الاقتصاد الأمريكي وارتفاع طلبات الإعانة، تسجل أكثر من 1,000,000 طلب الأسبوع الماضي. إذن هذا المناخ يغذي الصعود. طب الانهيار بقى، سيناريو الانهيار يحصل إزاي في الذهب؟ لو حصل ان الاستثمار والاقتصاد العالمي بدأ يحصل فيه عملية استقرار ورواج نتيجة ضخ مزيد من الاستثمارات في حركة التجارة العالمية والاستثمارات المباشرة في الدول، هنلاقي سعر الذهب بيتراجع، لان المستثمرين بيبدأوا يسحبوا فلوسهم من الملاذات الامنة وعلى رأسها الذهب، وبيحطوها في الاستثمارات، سواء كانت استثمارات مباشرة زي الاستثمارات في القطاع الصناعي والزراعي وغيرها من الاستثمارات، او يحطها في الاستثمارات اللي احنا بنسميها تجارة الفايدة. تجارة الفايدة النهاردة في اسوأ حالاتها، نتيجة ان كل الدول مخفضة سعر الفايدة عندها، لدرجة ان في بعض الدول الأوروبية وصلت بسعر الفايدة الى صفر لتحفيز النشاط الاقتصادي. طيب يبقى احنا كده عندنا مناخ سيء جدا، وكله بيدعم فكرة زيادة الذهب، وهو تجارة فايدة ضعيفة جدا، حركة استثمارات ضعيفة جدا، اضطراب في الاقتصاديات العالمية. لو حصل الثلاثة دول انعكسوا، اصبح عندنا تجارة فايدة
فيها عائد مرتفع والدول بدأت ترفع من عائد الفائدة لديها وحدوث استثمارات في حركة التجارة العالمية أو استثمارات مباشرة، هنا هنلاقي سعر الأوقية تتراجع. التراجع ممكن يبقى قد إيه؟ ممكن جدا يحصل انهيار فعلي في الذهب لو الثلاث عناصر دول اتحققوا. ممكن نرجع تاني لأدراج 1000 و1200 دولار لسعر الأوقية، وقتها هنا هنلاقي الذهب في مصر سعره رجع ل 550 جنيه أو 600 جنيه مع استمرار تراجع سعر الدولار. نخش للعامل التاني وهو سعر الدولار. أنا يعني مش هطول في الشرح، سعر الدولار دلوقتي هو أدنى من 16 جنيه. لو استمر سيناريو الانخفاض في سعر الدولار حتى نهاية العام بهذه الوتيرة، ربما نجد أنفسنا أمام سعر 15.5 جنيه. ولو حصل بعض الانخفاض العالمي هنلاقي سعر الذهب هيبدأ يرجع، وبالفعل الأسبوع ده شهد انخفاض بقيمة 30 جنيه. احنا بدأنا الأسبوع على سعر 890 جنيها للجرام، ودلوقتي احنا بنتكلم في 860 جنيه بقيمة انخفاض 30 جنيها خلال أسبوع واحد. يعني هو هنا العوامل المغذية للانخفاض هذا الأسبوع، لكن احنا مش عارفين الأسبوع اللي جاي بينتظرنا ايه بالنسبة للاقتصاد العالمي. العامل الثالث هو عامل العرض والطلب. لا يعني حاليا السوق المصري فيه تراوح كبير في الطلب على الذهب، ومن ثم هو اتجاه يدعم فكرة الهبوط. يبقى كده ثلاث عناصر لو اتحققوا هنلاقي الذهب ينهار فعليا، هو سقوط سعر أوقية الذهب وتراجعها إلى مستويات 1000 أو 1200 دولار أو 1300، نرجع كده لمستويات أول 2019. العامل الثاني تراجع سعر الدولار. العامل الثالث هو عامل العرض والطلب. لو الثلاث عوامل دول اتحققوا أو على الأقل العامل الأول والثاني أو حتى العامل الأول بس وهو سعر الأوقية، هنلاقي فعلا الذهب بدأ ينهار ويتراجع إلى أسعار 550 أو 600 جنيه للجرام. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة من برنامج أسواق. انتظرونا في حلقات جديدة ومتابعات جديدة هنكون معاكم فيها لتحليل ونظرة واضحة وشرح مبسط لكل مجريات السوق.